نبال إبراهيم ولقاء أجراه مع أحد أبطال كويرس مطار كويرس العسكري. إليك نبال، تفضل. نبال تسمعوني؟ نعم زملاء، سلامتي لكم ولمشاهدي الإخبارية السورية. بالفعل نحن الآن في منزل أحد أبطال مطار كويرس، البطل الملازم إيليا الصارم، لنستذكر معه يعني تفاصيل ذكرى تحرير المطار، ولنكون معه في تفاصيل قصة صمود أسطورية منقطعة النظير لأبطال الجيش العربي السوري. يعني يعطيك العافية سيادة الملازم. اهلا وسهلا، الله يعافيك يا رب. شو بتعني لك ذكرى تحرير مطار كويرس يعني بعد عام من هذه الذكرى؟ اولا الرحمة لشهداء المطار وشهداء الجيش العربي السوري والشفاء العاجل للجميع. ثانيا الذكرى السنوية لمطار كويرس بعد فتح الطريق لمدة سنة، هذا الذكرى هي ذكرى عظيمة بالنسبة لنا، وخاصة نحن اللي كنا متحاصرين، هي بتعني لنا معنى كبير. اولا ثانيا الصمود اللي سطرناه والملحمة اللي سطرناها هي كانت اول بدايات النصر اللي حققها الجيش العربي السوري وكويرس بحلب، وكويرس هو كان بوابة النصر بحلب، والشيء اللي نشوفه هلق في مدينة حلب وريف حلب هو الثمار اللي صمدناه بالمطار وصمد الجيش العربي السوري ورفاقنا في السلاح. الثمار حاليا هي المنقطفة بتحرير المناطق في الريف وكان في المدينة، وخاصة في مدينة حلب كونه المطار واقع شرق حلب، كان المطار أول بوابة وبعدها بلشت التحريرات والقضاء على الإرهاب، وكانت مواجهتنا ضد الإرهاب كانت مواجهة قوية، على لو كان على بعد أمتار كنا صامدين وقويين. والشيء اللي كان يقوينا اكثر هو العشره اللي المده الطويله اللي ضلينا فيها متحاصرين، هي قوتنا نحن ورفاق السلاح اللي كانوا معنا، كنا مثل الاخوه. هذا الشيء اعطانا دافع، هذا الشيء اعطانا معنويات، هذا الشيء خلانا نصد الارهاب، لانه كنا متاملين بالنصر وواثقين بالنصر، وكل من يمتلك عقيده الجيش العربي السوري النصر سيكون حليفه، لأنه هاي العقيدة هي اللي خلت الجيش العربي السوري يحقق انتصارات كبيرة. أكيد يعني مثل قصة صمود، مثل صمود مطار كويرس، أبطال الجيش العربي السوري خلال هذه الفترة أو هذه الثلاثة أعوام كان هناك قصص بطولية ستبقى بذاكرة كل بطل من أبطال كويرس. يعني هل تستذكر بعض القصص البطولية اللي خطوها أنتم رفاق السلاح في هذا المطار خلال الصمود والتحدي؟ على القصص اللي صارت هي طبعا بتضل ذكرى فينا وما رح ننساها، وخاصة لرفاقنا السلاح اللي استشهدوا، لأنه هن اللي كانوا أكثر شيء تحسهم مندفعين أثناء الهجوم أو كذا، يعني هن اللي يواجهوا الإرهاب قبل الإرهاب ما يجي عندهم، هن اللي يواجهوا لتصدي الإرهاب والقضاء عليه، بحيث ما يحاول يتقدم أي متر من المنشأة أو الكلية اللي كنا حامينها والموجودين فيها. في ممكن تذكرنا بقصة من هاي القصص لأحد الشهداء من رفاق السلاح؟ في الشهيد زميلي اسمه زكريا زيدان، كان على السور ووقت صار الهجوم كان وقتها عجاج، هن اللي مسوينه عن طريق الدخني وتشعيل الدواليب مشان يقطعوا النظر، بتشهد المفخخ باتجاه السور. طبعا هو ما قبل انه يهرب او يتركه، هو ركض لعنده وهجم عليه وصار يفتح قنابل ويزت وانفجرت ابواب السور مشان ما يسمح تفوت لجوا وتسبب اسا اضرار وشهداء. يعني عمل حال انه هو لازم يكون الفدي وحمى رفقاته. بدي استذكر معك لحظة لقاء القوات القادمة لفك الحصار من قوات الجيش العربي السوري مع قوات المتواجدة في المطار. هذه اللحظة قد تكون تاريخية، قد تكون فيها شيء من الانطباع الداخلي لدى كل مقاتل في الجيش العربي السوري، بتحكي لنا عن هذه اللحظات تماما. هذه اللحظات كانت أحلى لحظات، يعني وكنا متأملين وواثقين أنه رح يوصلوا
مع رفاقنا في السلاح في الجيش العربي السوري. هذه اللحظة يعني في شعور داخلي ما بنوصف، يعني لأنه وصفه أكبر. أول ما شفناهن عانقناهن سلمنا عليهن، يعني لحظة لا توصف. كيف بدي اوصف لك اياها؟ بس انه لحظة كثير كبيرة، وهذا الشيء بيعني لنا، وبالعكس صرنا قويين اكثر، صارت معنوياتنا اقوى، صرنا بدنا نتقدم منا. يعني هذه اللحظة كثير حلوة بالنسبة لنا. اليوم بالفعل ابطال مطار كويرس سطروا ملحمه من ملاحم البطوله المنقطعه النظير، ملحمه من ملاحم الصمود المنقطعه النظير في مطار كويرس بعد عام من هذه الملحمه. شو بتوجه رساله لرفاق السلاح على كل الجبهات في المواجهه مع الارهاب، وشو بتقول كمان رساله للمجموعات الارهابيه التكفيريه؟ اولا بوجه تحية للقائد العام رئيس الفريق الاول بشار الاسد، ثانيا تحية لقائد المطار اللواء منذر زمام ورفاق السلاح بالمطار. بقول لهم انتم قويين وصرنا اقوى، والمعنويات ما ناخذها منكم. الارهاب ما راح ينال منا، قد ما عمل هجومات قد، وبعد فتح الطريق صار في هجومات وكبدناهم خسائر وتقدمنا مناطق لقدام. يعني منوجه رسالة للإرهاب انه قد ما عملت قد ما هاجمت ما رح يطلع لك مع الجيش العربي السوري، لانه عنده عقيدة ثابت عليها هي تحرير سوريا بكامل اجزائها بكامل محافظاتها. لو بدنا نقدم تضحيات كتير بدنا نحرر سوريا بكامل. أنا بشكرك كثير بالفعل زملائنا في استوديوهاتنا المركزية في دمشق. بالفعل كما لاحظنا واستمعنا بطل من أبطال مطار كويرس، يعني وقصة أحدى قصص هذا المطار وهذا الصمود الذي سطره أبطال الجيش العربي السوري في مطار كويرس لمدة 3 أعوام في وجها لوجه مع المجموعات الإرهابية التكفيرية المدعومة من الخارج. كنا معكم من أحد منازل هؤلاء الأبطال، البطل الملازم إيليا الصارم، وعودة إلى استديوهاتنا المركزية في دمشق. نبال إبراهيم شكرا جزيلا لك، وشكرا لضيفك أيضا، وله كل التحية.